صباحكم نور أعزائنا ومتابعين على صفحتنا نور سات جوردان وعلى نور سات وتلفزيون تيلي لومير. بنصبح عليكم في أول يوم من العام الجديد، أول ظهور إلنا في العام الجديد اللي هو بداية 2022، والحلقة الأولى أيضا في هذا العام الجديد وعنوانها عن الظهور الإلهي وكيف نقدر نربط هذا الظهور في حياتنا ويكون ربنا دائما ظهوره مستمر في حياتنا. فمعنا اتصالات طبعا من كهنة سوف يشرحون له بهاي المعاني اللاهوتية والعقائدية، وأيضا أبونا جورج راح يضيف لنا كمان فقرة عن الظهور الإلهي في حياتنا كيف منطبقه في حياتنا. فبنتواصل معكم، نشكر كل الأشخاص اللي عم تابعونا على صفحتنا على نورسات جوردان على فيسبوك وعلى تلفزيون نورسات، وأيضا نتمنى لكل العاملين اللي بالأردن وفي لبنان عام جديد مبارك يا رب، يحمل الخير والطمأنينة والسلام والفرح والصحة أيضا في حياتكم وعائلاتكم وكنائسكم وفي بلادكم أيضا. فصباحكم نور مرة جديدة، ونتمنى لكم إن شاء الله عام جديد مبارك. و دين نأمن إن أناجيل، من وين بنجيب الأناجيل أبونا؟ عند السيد منذر النعمات، بنوجه له تحية صباحية جمعية الكتاب المقدس. فاللي بده أناجيل ممكن نطلب من جمعية الكتاب المقدس يزودونا بأناجيل، وهن بوزعوهم مجانا بعتقد، إلا إذا كانت أناجيل تحمل صفات معينة، مثلا خط كبير العهد القديم لحال العهد الجديد لحال، أو كتاب مثلا العهدين بيكون موجود فيهم مع الرسائل، أو مقسمين عشان الواحد سهل يحملهم. فنحن رح إن شاء الله نتواصل مع منذر النعمات مدير عام جمعية كتاب المقدس يزودنا بالأناجيل. فاللي بده إنجيل مقدس يتواصل معنا على صفحتنا على نورسات أو يحضر على مكتبنا، منكون إحنا مزودين رح نحط إعلان، أو ممكن كمان تتوجهوا لجمعية الكتاب المقدس إذا بتعرفوا الجمعية وبيعطوكم هناك أناجيل. فما في حجة يعني، ما حدا يقول ما عندي إنجيل. وطبعا في إنترنت، يعني اللي بتواصل على الإنترنت وهيك في أناجيل كتير على الموبايل أبليكيشن مسموع مطبقة كمان. نعم في أناجيل مطبقة فعلا، لكن اللي حابي يحمل كتاب، ومو غلط، في ناس بتحب الكتاب بتحب تضلها تشعر انه في كتاب بايديها. ف نحن يعني مستعدين للمساعده في هذا المجال، وعلى اساس انكم تقراوا الانجيل تستفيدوا منه تنهلوا منه، لانه فعلا يعني ينبوع فيه المصدر للنعمه الالهيه. في ناس كتير فقدوا أحباء لهم، فقدوا من عائلاتهم أفراد السنة الماضية 2021، وبيعيشوا شوية بحزن خلال هذا العام 22. لكن نحن بنقولهم إنه ما في شيء ثابت بهالحياة، الحياة والموت هذه حقيقة، وهي الحقيقة يعني ما إلنا فيها، هي زي ما بقولوا بتاعت ربنا، فهي من العلا الحياة والموت، وبإيد الله غير هيك ما في. الحياة والموت هو المصدر وهو النهاية وهو البداية وهو الحياة. فدايما يكون إحنا حياتنا مرتبطين بشخص أو بربنا اللي هو الثابت والحقيقة الثابتة في حياتنا. دايما بحكي ربنا ما بيتركنا، يعني هو الشيء اللي مش ممكن انه يتركك تشعر مثلا بالاشتياق له. ونحن نشتاق دائما لكلمه ربنا ولا الله، بس الانسان اللي دائما مع الله ما بيشعر بهاي الفترات المحزنه مثلا من الفقدان والحرمان والاشتياق والبعد والجفا والسفر. دائما بنكون يعني ما في شيء ثابت، لا الزوجه ولا المراه ولا العائله ولا الرجل ولا الاولاد. لأولادكم تترك وبتطلع كل واحد يعيش حياته، الزوجة يوما ما أو الزوج يوما ما، الأب والأم يعني يوما ما بيجوا نهاية حياتهم، فبيروحوا طبعا إحنا بنفتقدهم نفتقد ونشتاق لهم. لكن الثبات الإنسان اللي بيكون ثابت بمحبة ربنا بيلاقي العزاء بقلبه وعلى أمل اللقاء في نهاية الدهر وحياتنا الأرضية، نلتقي سوا مع أحبائنا اللي فقدناهم بحياتنا الأرضية.
فموضوع الارتباط بالشيء الثابت اللي هو الارتباط بربنا. فنحن اليوم حلقتنا عن الظهور الإلهي وكيف ظهر حياة ربنا في حياتنا، الحياة الأرضية أول ما نزل، فبرضو كمان رح نربطه في ظهوره بحياتنا الشخصية. نعم، والظهور الإلهي، وهلا هي مناسبته أبونا. يوم الخميس إن شاء الله عيد الظهور الإلهي. نعم، وبعدين بصير في احتفالات عيد الغطاس بتكون على نهر الأردن. طبعا إحنا مميزين في الأردن إنه نهر الأردن عنا، ويعني هذه الحمد لله نعمة كبيرة. نعمة كبيرة الحمد لله. لكن للأسف الإجراءات السنة مشددة إنه العدد محصور بألف شخص فقط ينزل على المغطس لحضور القداس، لكن إن شاء الله سيتم بث القداس الإلهي من موقع المغطس. إن شاء الله يساعدنا الإنترنت، النت، لأنه دائما في بتعرفوا نهر الأردن المغطس في أخفض بقعة على الأرض، فأوقات بيكون في عنا تشويش على الإنترنت، لكن إذا ما قدرنا أن يكون بث مباشر بوقته، لكن رح يكون على صفحتنا بنفس اليوم القداس كامل. فاللي بيحب يحضر ويشارك وينال النعمة الإلهية في عيد الظهور الإلهي وعيد الغطاس أو عيد عماد سيد الرب بيقدر يتابعنا على نورسات. طبعا مناسباتنا كثيرة كانت هذا الأسبوع، وخاصة في نهاية العام احتفالات والقداديس الإلهية التي تمت، وأيضا هناك رسمات شمامسة بالكنيسة الأرثوذكسية رح يحتفلوا فيه إن شاء الله الأسبوع القادم. قداسة البابا برسالة السلام لهذا العام، يعني وجه خطاب رائع جدا، يعني موجودة الرسالة على صفحتنا، وجه الرسالة رائعة للبشرية وما معنى السلام الحقيقي. الإنسان ما بيقدر ينشر سلام أو إذا ما كان يعيش السلام في قلبه، فنكون نحن سلامنا في قلبنا، نعيش السلام في حياتنا بالقول والفعل، مش بس نحكي حكي لكن الفعل. طبعا في عنا كمان احتفالات من الأراضي المقدسة، وأيضا أخبار من هنا وهناك تقدروا تتابعوا على صفحتنا. وإحنا بنشكر كل الأشخاص اللي هلأ على البث المباشر بيشاركوا معنا في هذه الحلقة وبيصبحوا علينا، فرح نذكرهم: لؤي فريد دياب بيحكوا ليش فيش صوت، الصوت غير مسموع، عندنا مشكلة كانت بالبداية وإن شاء الله هلا الصوت أحسن. فمنقولكم صباحكم نور. سلمى دبور صباح الخير، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسعادة يا رب. أم عادل النمري صباحكم نور وبركة من المسيح، الله يبارك حياتكم. يلا حتى يسعد صباحكم، صباح الخير كل عام وأنتم بخير أخت يلا. وريتا السلمان وأحمد شرايحة صباح الخير كل عام وانتم بخير، وتيودور الدير وسلمى دبور وكوكب قسيس صباحكم نور. الأشخاص كل الأشخاص اللي موجودين على صفحتنا على فيسبوك وعلى تلفزيون نورسات وتليلومير منصبح عليكم، فريق العامل كمان اللي بالأردن وبلبنان منصبح عليكم، ومنقولكم صباحكم نور وعام جديد مبارك على الجميع يا رب بتحقيق الأماني والأحلام من هذا العام. وأيضا هناك أماني شحتيت سهاونة دمتم للخير والتميز عنوانا، وكل عام وأنتم بألف خير، صباح مبارك للجميع. وفيرجن بانو يشاهدنا، جوني لويس جبرة يسعد صباحك يا جوني، وسنة ميلادية جديدة علينا وعليكم من شبيبة الأردن للدراما المسيحية، ونشاطاتكم يا شبيبة يا جوني إن شاء الله هذا العام. فاللي عملوا ترانيم ميلادية وأيضا رح يتواصلوا معنا بنورسات لعمل سكتشات يعني خفيفة من الدراما، إن شاء الله منتابعكم يا أخ جوني، أنتم شبيبة الأردن للدراما المسيحية، ومصبح عليكم نقولكم كل عام وأنتم بخير، شركاء نورسات الأردن في المحبة والعمل. طبعا هن كانوا كمان قائمين على تنظيم بازار الرحمة. إيفون حتر صباحك نور يا أم فادي،
كل عام وانتم بخير. ريتا سلمان وايضا نور كوز الخير، صباحكم نور، وكل الاصدقاء اللي انضموا لنا ايضا الان بنصبح عليكم بنقول لكم صباحكم نور وسلامه. ريتا سلمان وام غيث حداد، وايضا تبع ان شاء الله راح اصبح على الجميع ان شاء الله فردا فردا واذكرهم وصبح عليكم بكل الخير. وفي ناس عم بيطلب منا الاناجيل، نعم راح نامن وان شاء الله بعد الحلقه بنتواصل مع جمعيه الكتاب المقدس، راح نوفر عنا مجموعه من الكتب للي بحب يجي يزورنا في نورسات وياخذ كتاب، او يتوجه مباشره على جمعيه الكتاب المقدس، او بتطلبوا من كاهن الرعيه، اي كاهن رعيه عندكم في الكنيسه ممكن يامن لكم في اناجيل انجيل. طبعا نحن في خبر حبيت انوه عليه، لانه كان المفروض اليوم الثلاثاء نعلن السحب على اليانصيب الخيري اللي لنورسات، الخاص في نورسات واللي كان يتوزع على الكنائس وابواب الكنائس. طلبوا منا الكهنه وبعض الاشخاص انه يستمر البيع اليانصيب لدعم رساله نورسات في الاردن وايضا في لبنان، يستمر بعد الأعياد الظهور والغطاس وأعياد الميلاد على الطقس الشرقي. فنحن رح يصير السحب إن شاء الله لنهاية شهر 1، بيكون إن شاء الله البيع تم. يعني إحنا مش إنه حزينين أو منقول للأسف، لكن الظروف مش عم تسمح، إنه البيع مش كتير كان قوي، كان البيع شوي خفيف، لكن ممكن بسبب الالتزامات المادية اللي على الناس في خلال فترة الأعياد. لكن نحن بنتمنى من هون لآخر الشهر أنه يتم بيع كل دفاتر اليانصيب، وأنتوا عارفين هذا اليانصيب لدعم رسالة نورسات في الأردن ولبنان، وخاصة في الأردن لدعم مسيرتها الإعلامية، وتقدر أنها تظلها تستمر تتواصل معاكم، تستمر ب تصوير المناسبات الكنسية بالرعاية، تستمر بعملها الإعلامي والنشر ونقل القداديس. وخاصة احنا لسه لازلنا في ظل جائحة كورونا، وعنا لسه القوانين واستعمال الكمامة والتباعد الجسدي موجود، وفي ناس كتير من الكبار السن مش قادرين يروحوا يحضروا القداديس، فاحنا عم نتم نشر القداديس تباعا يوم الأحد، ملتزمين لنشر القداس اليومي والقداديس الصباحية في يوم الأحد ويوم السبت أيضا. فبنتمنى عليكم إنكم يعني بندعم وبتدعمونا، وإحنا مستمرين معكم، وبالنهاية ربنا هو الذي يعمل. وهذه رسالة نورسات، رسالة محبة والسلام والطلاقي، أكيد الروح القدس خلاها مستمرة لمدة 32-33 عام هذه السنة، فاستمرارها من محبتكم و عطائكم وأيضا استمراركم في دعمها لهذه المحطة. فبعتقد لهون أنا بكفي دوري. بالعكس دورك لا ينتهي، بالعكس دكتور يعطيك الحكي حسن، لأنه يقولوا لي أنه طول الدكتور. هلأ صباح أبونا فرح حجازين بيستنى وينتظر تعلم الصبر كمان. تعلم الصبر منا طبعا. صباحكم نور مستمر أيضا مع أبونا فرح حجازين ووعظاته وكلماته وإرشاده اللاهوتي الروحي مستمر معنا. فعبين ما الشباب يحضروا الاتصال، فمعنا أبونا جورج شرايحة مستمر معنا في هذا العام أيضا، فنحن بنحييه وبنعطيه بنقول له بنعطيك الأبونا يعطيك الصحة والقوة، ضلك مستمر معنا وملتزم معنا. يعني أنت كل صباح يوم ثلاثاء يعني بتحضر الحلقة وأيضا المادة اللاهوتية والروحية للموضوع، فيعني صرنا مستمرين أنا وياك سنتين تقريبا. فصباحك نور ويعطيك الصحة أبونا مستمر معنا. إجا اتصال رأسا أبونا فرح حجازين، صباحك نور وكل عام وانت بخير أبونا. صباح الخير وكل عام وانت بخير والمشاهدين بألف خير. الله يخليك يا أبونا. صباحك نور. أهلين أبونا جورج. يعني إحنا أول حلقة من العام الجديد لابد إنه نتكلم عن الظهور الإلهي لهالبشرية ولهالعالم وعلى الأرض، الظهور الإلهي ومعناه وما وكيف نقدر نربطه في ظهوره في حياتنا. أكيد
تفضل أبونا. إذا حديثنا اليوم هو عن عيد الغطاس اللي يعني هو عيد الظهور، ظهور الرب. نستطيع أن نقول ما يلي: أولا، حتى بداية القرن الرابع كانت الكنيسة تحتفل بثلاثة أعياد في يوم واحد، يوم 6 كانون ثاني، وهي عيد الميلاد، عيد زيارة المجوس للرب، وعيد اعتماد يسوع في نهر الأردن. وكل هذه هي أعياد ظهور الرب. عيد الميلاد هو عيد ظهور الرب بالجسد، وفي زيارة المجوس عيد ظهور الرب بالشعوب الوثنية في شخص المجوس، وفي عيد العماد عيد ظهور الرب يسوع لليهود عندما قال الله بصوت عال أمام جموع اليهود ليسوع: هذا هو ابن الحبيب الذي عنه رضيت. لكن عندما ظهرت هرطقة تنكر ألوهية المسيح الأزلية، تقول إن المسيح أصبح ابنا لله فقط يوم اعتماده، قامت الكنيسة بنقل عيد الميلاد من 6 كانون ثاني إلى 25 كانون أول، وهو عيد الشمس عند الرومان. وقالت الكنيسة إن المسيح هو ابن الله منذ مولده وقبل أن يولد من مريم، وكذلك هو شمس العالم، ولكن ليس الشمس المادية بل شمس الحق والبر والعدل كما جاء في الكتاب المقدس. وأبقت الكنيسة عيد زيارة المجوس للسيد المسيح يوم 6 كانون ثاني، ونقلت عيد عماد المسيح إلى الأحد الذي يلي عيد زيارة المجوس. نتوقف قليلا عند هدايا المجوس: الذهب واللبان والمر، لكي نرى ما هي معانيها. مع أن الله هو المعطي لأنه مصدر كل خير، إلا نرى كثيرا ما نرى المخلوق يعطي الخالق، لا بل أحيانا نرى الخالق نفسه هو الذي يطلب التقادم والقرابين. من منا لا يذكر في العهد القديم تقدمة هابيل الصديق، وتقدمة إبراهيم، وتقدمة الذبائح القرابين في هيكل الرب في القدس. كذلك العهد الجديد يذكر تقدمة المرأة الخاطئة للطيب، وتقدمة الولد الخبزات الخمس، وتقدمة يوسف الرامي القبر ليسوع. كانت كل هذه التقادم تعبيرا عن الحب، وترمز إلى تقمة القلب لله، لأنه إن كانت تقدماتك خالية من الحب فأنت لم تقدم شيئا، لأن مشاعرك وأنت تقدم أهم مما تقدم. إن قدمت حبك فحينئذ تكون قد قدمت كل شيء. إن الله لا تهمه الكثرة أو القلة فيما تعطيه، إنما يهمه قلبك. لذلك ذكر أن الأرملة التي أعطت الفلسين قد أعطت أكثر من الجميع، لأنها أعطت محاجتها وفضلت الله على نفسها. الذهب يرمز إلى السيد المسيح كملك، يرمز إلى الشيء الثمين، ويرمز إلى النقاوة لأنه ينقى بالنار، ونفسك هي أغلى ما تملك. فهل تحافظ على نقاوتها؟ وهل تقدمها للرب لكي يملك عليها؟ أم تقول مع اليهود: لا نريد أن يملك هذا علينا؟ اللبان يرمز إلى المسيح الكاهن، لأن اللبان هو حبات البخور التي توضع في المجمرة، وتقديم البخور هو من عمل الكهنة فقط. البخور أيضا يرمز إلى العبادة، إلى الصلوات القديسين التي ترفع إلى الله، كما يرتفع دخان البخور أمام الله في الهيكل. فهل عبادتنا وصلواتنا ترتفع صادقة مخلصة أمام الله، أم هي مجرد كلام سطحي؟ المر يرمز إلى آلام السيد المسيح من أجلنا. المر نوع من العطور، هو عطر سائل، رائحته عطرة ومذاقه مر، أي أن آلام المسيح مرة لكن رائحتها زكية أمام الله، لأنه بها خلصنا. فالخلاص والمجد لا يتم إلا بعد الألم. ينبغي لابن الإنسان أن يتألم قبل أن يدخل إلى مجد. والألام يقول لنا القديس بولس هي طريق المجد، إن ألام هذا الدهر لا تقاس بالمجد المزمع أن يتجلى فينا. هكذا المسيحي باحتماله الألم يسير في طريق المجد على مثال السيد المسيح، لأن التلميذ ليس أفضل من معلمه. خاتمة: تحققت هدايا المجوس، الذهب واللبان والمر، في شخص المسيح على الصليب. كان مرا
عندما ذاق أقصى الآلام من أجلنا، كان كاهنا لبانا، كان يقدم نفسه ذبيحة عن خطايا العالم، فكان هو الكاهن والذبيحة. كان ملكا لأنه قد ملك بالخشبة حيث حطم مملكة الشيطان وبدأ ملكوت الله على الأرض. نحن أيضا مدعوون إلى أن نقدم في هذا اليوم هدايا للمسيح. يقول سفر الخروج: لا تظهروا أمامي فارغين، إن أثمن ما تقدمه هو قلبك، كما يطلب من الرب ذلك بقوله: يا بني أعطني قلبك. قلبك هو الذهب بالحب الذي تحمله، الذي تحمله للمسيح. قلبك هو المر بما تتحمل من أجل المسيح. قلبك هو اللبان بما تمارس من فضائل وصلوات تجاه المسيح. والقليل الذي تقدمه سيكون ثمينا في نظر الله. وشكرا للإصغاء. فرح، وإن شاء الله هذا العام يحمل المحبة والسلام في قلب الجميع، وفي قلبك أيضا الصحة والقوة بالاستمرار، واستمرار معنا كمان أيضا دائما مستعدين. الله يسعدك أبونا، وكل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير يا رب. شكرا. وربنا يبارك جهودكم. تسلم يا رب. شكرا. يعطيك العافية أبونا. شكرا. شكرا أبونا جورج. نذكر الظهور الإلهي، ونذكر عيد الاغطاس وعماد السيد الرب، فبتحس إنه كل هاي المعاني اختلطت بالنسبة للناس. يعني حكى أبونا فرح الظهور الإلهي ومعناه اللاهوتي، لكن إحنا كمان بدنا نفصل في بعض الكنائس الأرثوذكسية وبعض الكنائس الكاثوليكية الغربية والشرقي، في يختلف هذه المعاني. ومثل ما خبرتني انه في عند الأرمن مثلا بيأمنوا انه هو الميلاد هو ظهور الرب. نعم. يعني ما عندهم هذا عيد الميلاد مثل باقي الكنائس، انه عيد ظهور الرب هو عيد الميلاد. نعم. يعني يجمعوهم مع سواء. نعم، في الحقيقة أبونا فرح تطرق للموضوع بالتفصيل. نعم. يعني هي زي ما حكى أبونا قبل شوي انه طلعت هرطقة. نعم. يعني دائما المناسبات والهاي في بيكون في إلها مناسبة، بيكون في إلها تاريخ، بيكون في إلها سبب. نعم. زي ما تفضل أبونا. نعم. الأصل كانوا يحتفلوا بالعيد اللي هو عيد الميلاد بعيد الظهور، الظهور الإلهي، عيد الإغطاس يعني بستة، بهذا اليوم الخميس القادم علينا يعني. يعني بستة وسبعة الشهر بالزبط. نعم، بيكون اللي هو العماد ظهوره ليوحنا يعني المعمدان في نهر الأردن، وعماده يعني انطلاقة يسوع على يد يوحنا يعني المعمدان للعلن. نعم. أنه لما صوت الآب كان سمعوا كل الموجودين. نعم. فهي بعتبرها الانطلاقة. ولكن كانت الإمبراطورية الرومانية كمان عندها عيد قومي هو عيد الشمس، فالكنيسة الغربية شافت كيف تقضي على هذه الهرطقة، وبنفس الوقت تجامل المواطنين اللي في نفس البلد اللي هو 25-12 كان عيد وطني قبل المسيحية. نعم. فمع أغسطينوس، مع قسطنطين عفوا. نعم. لما أصبحت الإمبراطورية مسيحية عملوا عيد الشمس، ليست هو الشمس عيد المادية، الشمس هو شمس الحق، الشمس هو المسيح اللي بنير العالم بالضبط من ناحية اللي خلينا نقول الروحية والرمزية. نعم. للشمس وقوتها وطاقتها. بعيد الظهور الإلهي زي ما تفضلتي حضرتك قبل شوي، بهمنا كمان استمرارية الظهور الإلهي في حياة كل شخص فينا. يعني زي ما بنحكي دائما إنه كنا بس نطلع على معين نشوف أبونا توما، بتطلع بوجهه بتشوف الهالي، بتشوف السلام، بتشوف الظهور الإلهي في الأشخاص. قديش إحنا لما ما نعصب على الإشي اللي بيعصب، لما نسامح، لما نأخذ على حالنا شوية وما نفكر إنه كيف الثاني أساء إنا، إن نفسر إنه هو عنده مرض مثلاً، عنده مشكلة معينة مشان هيك هو عصبي، هو في بيئة معينة بطفولته، في مشكلة بحياته الزوجية، حياته العملية، في عنده مشاكل، فما أعطي ردات فعل العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. يعني في هذا بظهر ربنا بهذا التسامح، بظهر ربنا بهذه الحنية على الناس اللي يعني هلا أي فضل لكم إذا أحببتهم الذين يحبونكم. لما الواحد يحب أولاده ويحب مرته ويحب عيلته ويحب الناس اللي هو عايش معاهم، يعني ما عمل الإكسترا بعده، ما عمل الإشي اللي بخصه يسوع المسيح، لأنه يسوع المسيح وصلنا لمحبة حتى الناس اللي بيؤذونا.
حتى الناس اللي بيحكوا علينا بلموا علينا، وبتلاقي ناس شايفين شخصية معينة، شخصية إعلامية، شخصية كنسية، شخصية بأي مجال معين محبوبة وناجحة، وهالشخص هذا هو الوحيد اللي شايف إنه هالشخصية هاي شخصية مش ناجحة ومش محبوبة. طب ما كل هالعالم شايفين النجاح على أرض الواقع، هذا الشخص إذا المشكلة هي في عنده هذا الشخص، فأنا ما بدي أعتبره ند إلي وخصم إلي، بالعكس بدي أصلي عشانه عشان ربنا يفك هالكلبشي زي ما بيحكوا، هالمعقدات اللي هو فايز فيها، وبظل أنا مستمر بنشاطي وماشي، لأنه أحيانا بنحس حالنا مخربطين لما بصير علينا ضغوطات من هدول الأشخاص اللي هم، خلينا أنا ما بحكي عنهم مسمومين، بحكي عنهم مريضين، يعني في عندهم مشكلة حرام بحاجة لصلاة، هدول الأشخاص أحيانا بيدبكونا لما بوقفونا بنص الطريق وانت طالع عم بيطلع قوي بيخربطونا أحيانا، بس ما في أمان زي ما بلشت الحلقة إلا بربنا، فاللي عنده ربنا بحياته واللي عنده أمان واستقرار بحياته بيقدر يستوعب الناس اللي مبعثرة هاي، الناس اللي بتجعجع هاي، الناس اللي طالعة بطريق مخالف عكس السير، بيلاقوا كل الناس طالعة بتلاقيه هو نازل، فبيعمل ارتباك. ففي عيد الظهور الإلهي في هاي العظمة اللي حضرتك حكيتي خصنا فيها ربنا احنا الأردنيين انه يجي بنهر الأردن، بنهر الأردن ان شاء الله ظهر الثالوث الآب من خلال الصوت، هذا هو ابن الحبيب، والابن بجسد يسوع المتجسد يسوع المسيح، والروح القدس على هيئة حمامة نزلت واستقرت على رأس يسوع المسيح. في هذه البركة الثلاثية الأبعاد اللي احنا بنحكي دائما نختم بالبلاد العربية بنوضحها، الأجانب ما بوقفوا عندها كثير، ولكن احنا دائما لما بنصلي باسم الآب والابن والروح القدس دائما نختمها إله واحد آمين، بس إذا بتشوفي بالإنجليزي بصلواتنا قداسنا حتى ما في إله واحد آمين لأنه معروف عندهم، ولكن إحنا عشاننا ثقافات متعددة وبيئات مختلفة، وفي يهودية وفي إسلام وفي مسيحية بالشرق الأوسط، يعني في غنى أضفنا بالضبط أضفنا تنقول إنه إحنا نرى الله الواحد كيف تعامل مع البشرية في هذه الثلاثية الأبعاد، إحنا نحكي هو يسوع هو الشمس، وإحنا بنحكي زي الماء أو الشمس اللي في الماء المتجمد، الماء السائل، الماء الغازي، الماء اللي بتحطيه أنت هون 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 هو نفسه يبقى ماء، نقطة المي اللي بالكاس واللي بالخزان واللي بالنهر واللي بالبحر كلها إيش هي ماء. أبونا الظهور الإلهي يعني إذا بدك تفسره هو الظهور يسوع المسيح بشكله الجسدي الإنساني لا البشرية. هلا هو إذا بدك تشوف من وقت ما ولادة يسوع المسيح لعماده هو ظهر، ظهر للرعاة بمعنى ظهور، وظهر للمجوس لأنه للوثنيين بهذا الظهور، ففي بعض الكنائس بتجزئ الظهور الإلهي الأول اللي هو ليسوع المسيح للرعاة، رعاة الملائكة اللي والرعاة اللي كانوا موجودين وولادتهم والملائكة المجد لله في العلا، وأيضا المجوس بالضبط 100% هم إجوا لعنده، نعم هن إجوا عنده، فعم في بعض الكنائس تجزئ إنه ظهور الإلهي هدول وأيضا العماد والظهور الإلهي للعالم في بداية حياته العلانية لأنه كان هذا مجزأ بالضبط زي ما تفضلت حضرتك، يعني حسب تقليد الكنسي في كل كنيسة، نعم. بس إحنا كشرقيين يعني الفكر عنا إنه ظهر بالعماد، عيد الظهور هو عيد العماد للعالم لأنه ما بنعتبر حياته العملية يعني إحنا بنعتبر إنه المجوس إجوا لعنده، نعم. يعني هو ما يعني فيها فلسفة فيها أبعاد، فما بدنا نحكي صح وغلط، يعني كل كنيسة هي بتشوف المناسبة يعني والظهور الإلهي على الأرض بالضبط، يعني وجود يسوع المسيح يعني. هو على الأرض في الميلاد، فالناس بتعتبر إنه أو بعض الكنائس إنه الظهور هو الظهور الإلهي للبشرية بولادته، وأيضا هناك الظهور الإلهي علنا للعالم يشوفوه لأنه كانوا هدول خاصة ظهورهم، فممكن كمان الظهور الإلهي لما هرب على مصر شافوا يعني المصريين، كمان شافوا المصريين قبلنا فهو الظهور الإلهي يعني بياخد أبعاد ومفاهيم أخرى، فالناس يعني لما بدها تقرأ الإنجيل وتقول إنه ظهر يسوع المسيح يعني بظهور الإلهي كطفل هو أيضا هذا ظهور إلهي للبشرية، لكن العيد مخصص له الظهور الإلهي العلني على نهر الأردن، أخذته هاي المناسبة و حددت عيد. ممكن سؤال دكتور بعد الميلاد
وايضا ضمته العيد للعماد. يعني في ناس بتقول لك عيد الظهور الالهي منفصل عن عيد الغطاس او عماد الرب. نعم. وفي ناس بتجمعهم مع بعض. بالضبط. بعض في الكنائس. ممكن سؤال دكتور بيسالوا انه ليش بيتعمدوا بالماء مثلا؟ ليش مش رمزيا يعني يحط ايده ويمسحه بالزيت مثلا زيتها؟ ليش بالماء؟ هلا بالعوده للماء بكل الديانات بلا استثناء كان للماء هاي رمزيه التنقيه من الخطايا. يعني بنشوف الاغتسال اللي عند اليهود بالجرب من الحجر اللي بيعبوه مي وبيغتسلوه كانوا فيه، بنشوف الوضوء عند اخواننا المسلمين، وكل الديانات الوثنيه حتى القديمه كان في عندهم طقوس معينه يغتسلوا فيها من خطاياهم كتوبه احتفاليه قبل اعيادهم قبل مناسباتهم. كانوا الماء رمزيتها انه كيف لما الواحد بيتحمم بنزل الوسخ، فهي رمزيه للتنقيه من الخطايا كانت عند كل الديانات. نعم. عشان هيك حكى يوحنا المعمدان انا اعمدكم بالماء. بالماء، ولكن سياتي بعدي الذي كان قبلي سياتي ويعمد بالماء، بالماء والروح القدس. الروح القدس. فمشان هيك نزلت الحمامه يقول لك فاصل ما بين معموديه يوحنا المعمدان وكل الاغتسالات اللي صارت سابقا وما بين معمودية يسوع المسيح اللي راح تكون نورانية تعطي هاي الألسنة النار، تعطي هاي الطاقة الإيجابية في حياة الإنسان اللي مرات كثير للأسف بانشغالاتنا بأشياء مادية وبأشياء وظيفية وبأشياء بتخف الهالي من حياتنا، ولكن بنشوفها أكثر إشي بالأجر لما تروحي على دبين، لما تروحي على معين، لما تروحي على الجبال على نيبو، على تطلعي بهالمناطق، تروحي على حريصة بلبنان على قاديشة وادي القديسين، في طاقة بتشميها بالنفس بتدخل مع الروح. يعني كثير الآباء الأجر اللي بيعيشوا الحياة النسكية ركزوا، خصوصا إغناطيوس الأنطاكي ركزوا على موضوع التنفس، النفس كيف انك تفعلي الروح القدس في حياتنا، الظهور الالهي في داخلي باعماق نفسي مع النفس مع دقات قلبي. هيك لما يكون الواحد مسبح هيك مستجم بس مسترخي وبشوف ايقونات امامه هيك ومغمض عيونه وبشوف ايقونات، بشوف يسوع، بشوف العذراء، وهالنفس هاي هي الطاقه اللي بتخليه ثاني يوم يقدر يقوم في شغله. اذا ما كان عندنا الواحد هاي الخلوه الروحيه بين مزدوجين، إذا ما كانت عندنا في حياتنا وشبه مستمرة، يعني ما بأسبوع كامل يمرق وما يكون فيها، يعني بكل الحضارات والثقافات قام يوم العطلة يوم الراحة، عند اليهود السبت، عند الإسلام الجمعة، عند المسيحية الأحد. ليش طيب هذه الراحة؟ الناس بفكروها للتسلية، مضيعة الوقت، الأكل والشرب والنوم. يعني بتلاقيهم بطبخوا المقلوب الجمعة، المنسف الجمعة، اليوم العطلة، كل واحد بيركز على أشياء عشان يهرب من الإشي اللي داخله اللي هو العميق اللي هو ربنا. دائما بنفل على ربنا، بنلتهي عنه، أوف ساعة على ربك وساعة على قلبك، خلينا هلا ننبسط، خلينا هلا نتركها، ومش كلها صلاة وعبادة، مش كلها تأخذنا إياها ماشيننا على الخط المستقيم، خلينا نعمل. فهاي اللي بشتتنا، هذا اللي ببعدنا. فاليوم الظهور الإلهي ساطع، اليوم الظهور الإلهي منير بحياتنا، متجلي في أخلاقياتنا، في أعمالنا، في روحانياتنا. قديش إحنا بعيدين عن هذا الخط، وقديش إحنا بنبعد عن الله، وقديش إحنا بنتوب عن خطايانا نتقرب. من منكم بلا خطيئة؟ يعني الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، مين اللي ما أخطأ؟ ولكن الشاطر اللي بيعمل يوتيرن، الشاطر اللي ما بيظل متنح وماشي بعناد. نعم. بالخطيئة وبكبريائه، اللي بيقول لك خلاص خلي مجال لربنا يشتغل، خلي مسافة لنسمات الروح القدس تشع في حياتنا، ولا نبقى منغلقين على نفسنا وعلى ذاتنا، بل إن نخرج من أنانيتنا، نخرج من تفكيرنا بس في أكلنا وشربنا ولبسنا، كيف بدنا نكون إحنا المركز وكيف إحنا بدنا نكون المشعين. ليست أنت المركز، الله هو المركز. نعم. مهما حاولنا إنه إحنا نكون اللي متقدمين، راح يكون في بشر بيوم الأيام متقدمين أكثر منا. ومهما أنا حصلت على إشي بحياتي، إذا ما كانت عندي القناعة والاكتفاء بربنا وبنعمه علي، راح يكون في شخص يشوفني وأنقهر منه ويزعجني، لأنه هو حقق مكاسب سواء مادية أو معنوية أحسن مني. نعم. فبيضلها زي اللي بيشرب من مية البحر. يعني تخيلوا بحر مليان مي وانت عطشان، كل هالبحر كل هالمي اللي قدامك وانت ما بتقدر تشرب منه، لانه كل ما شربت كاسه ما بيترويك، مش ماء ومالح، بيخليك ايش تعطش اكثر، وهي بصير عندك سعي اكثر
بتتحول هذا السعي وهذا الجهاد وهذا الكفاح بيتحول إيش؟ لأنانية وطمع، لأنه الجهاد منيح والمكافحة والمنافسة حتى الشريفة منيحة، كل هذا منيح إلى حد ما. يعني ينتبه الواحد أنه ما يفتحها بدون حدود، تكون الحد النهائي هو كلام ربنا، هو تعاليم الكتاب المقدس، هي أخلاقياتك اللي تعلمتها ببيتك، يكون في عندك هاي الأساسيات اللي بتردعنا مرات كثير، ويعني ما بتمنعنا نغلط احنا، بس المهم انه بس نغلط نلف ونرجع ونتوب، نطلب المغفرة، نطلب السماح، ونستمر بحياتنا. هيك الروح القدس لما حكينا الحلقة الماضية انه هو ما بيطلع من داخل الإنسان، هو يبقى بداخل الإنسان، ولكن انا بعمل زي الكبسة بطفيه. نعم. لا تطفئ الروح الذي فيكم، بحكي الكتاب، لا تطفئ الروح. اذا الروح انا اللي بقدر اطفيه. نعم. انا اللي بقدر اطفيه بحياتي، وانا اللي بقدر اخليه شع. بس افتحوا ابواب قلوبكم للرب يسكن فينا، هو اللي بينمي. ها انا ذا واقف على الباب بحكي، انا بدق الباب لهم. يسوع بكل ذوق وبكل استئذان يسوع بطلب منا الدخول. نعم. عندنا خبر مفرح بكنائسنا، معنا أبونا جريس سماوي جريس سميرات. منصب عليك يا أبونا، صباحك نور وكل عام وانت بخير. يعني ما تركت لي كلمات اللي أرد عليك فيها من نظرة الابتسامة والتواضع الوجه. الله يسعدك يا الله. مبروك يا أبونا. شكرا. مبارك يا أبونا. مبروك التعيين الجديد والتسمية الجديدة، فأنت رسول السلام، وأيضا تم تعيينك. بس بدنا نخبر المشاهدين والمتابعين ما هو هذا التعيين الجديد، فأنت تحمل صار لقبين. نعم، هو تكريمين. نعم، تكريمين فعلا. الشهادة الدكتوراه الفخرية في علوم التنمية البشرية، واللي تدخل في نطاق تنمية الإنسان، كيفية تنمية الإنسان. نعم. ذاتيا أيضا، وتنمية الآخرين للسير في الطريق الحياة، لبناء الحياة وكيفية بناء حياة الإنسان. نعم. واللقب الثاني انه نشكر ربنا كمان عليه، وهذا ربنا هو عم بيعطي النعم هاي اللي هي. نعم. تعييني رسميا من قبل المنظمة الدولية العالمية لمنظمات السلام العالمي، سفير دولي معتمد في الأمم المتحدة. حلو فهي خير. يعني هذا يعني فخر لنا وفخر لكنيستنا وفخر لبلدنا من الأردن. نشكر الله. وأيضا من الفحيص. بتغشي دكتورة، بتغشي. يعني شفت كيف يا أبونا من الفحيص بيطلع شيء مميز. عشق القلب. أبونا جورج بيزعل لأنه بيقول لك أنت كمان هسه بتغاوزوا مع بعض. لا 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 لا. يعني الواحد خليه يسعى، يعني مش غلط. إحنا كنا يطلع من مادبة ويطلع من فحيصيين القلب. من العابة. فحيصيين القلب. لا، في النهاية إحنا أردنيين. وهذا فخر للأردن كله. نعم. وأن يكون دائما الأردن في الأردن. نعم. والأردن مميز محليا وعالميا. أكيد. نعم، تستاهل وتستحق كل خير. الله خليك أبونا بسورة. وأنت يعني أعمالك وروحانيتك يعني شهادة عليك، يعني الواحد شهادته مجروحة فيك. أبونا، بما أنه نتكلم عن الظهور الإلهي، فكيف تعيش هذا الظهور في حياتك؟ ممكن هيك تحكي للمشاهدين، يعني أيضا خاصة وأن الظهور الإلهي الإنسان لما بيكون ممتلئ بيعطي وبصير عطاءه مميز. فتخبرنا. نعم. أبونا، أنا بتمنى أنه كل إنسان فينا في هاي الفترة الزمنية الصعبة اللي إحنا عم بنمر فيها. نعم. كما نسمي أو كما نحن نؤمن بالظهور الإلهي، أن يكون الظهور الإلهي أيضا في داخل كل نفس فينا. نعم. أن نحتضن الآب وأن نحتضن الإبن وأن نحتضن الروح القدس، ليظهر ذلك مليئا في عملنا نحن في هذا الحياة اللي احنا عم بنعيشها. نعم. هناك رمز جليل للظهور الإلهي اللي احنا هلا عم بنهيئ أنفسنا للاحتفال فيه، اللي هو عيد القطاس. نعم. لكن من قبل الظهور الإلهي كان هناك ظهور لنعمة الروح القدس في عندما صعد الرب يسوع المسيح وقال لتلاميذه أن لا تبرحوا من أورشليم
حتى تنالوا قوة من العلا. فكان عند محلة الروح القدس على التلاميذ في يوم 50، نعم، وهذا كان أول ظهور للروح القدس. لكن حتى يظهر الله نفسه إلينا بالثالوث القدوس كاملا، نعم، فعندما حضر من الجليل إلى نهر الأردن حيث كان يوحنا المعمدان يعمد هناك، يوحنا كان يعمد في معمودية التوبة، نعم، وكما قال أبونا جورج قبل شوي أنه يوحنا كان يعلن هناك من يأتي بعدي، ذاك الذي سيعمدكم بالروح القدس والنار، الذي لست أنا مستحقا أن أحل سير حذائي، يعني حتى رباط الحذاء. شوف عظمة يوحنا المعمدان اللي هو خاتم للعهد القديم وواصل في العهد الجديد، يعني هو الموصل ما بين العهد القديم والعهد الجديد، ومن الأنبياء العظيمين جدا في الكنيسة، أنه لست مستحق. لكن عندما حضر الرب يسوع المسيح إليه وعبر النهر، قل له يا رب أنت تطلب مني أن أعمدك، أنا بحاجة أني أعتمد منك، قال له ليتم كل بر. ومعنى كلمة ليتم كل بر أي ليتمم الناموس، نعم، حتى يكون في هناك إعلان رسمي بطبيعة المسيح البشرية التي ارتضى أن يتجسد فيها بأعشاء العذراء مريم، نعم. وهنا تنازل، هذا إعلان لتنازل الرب يسوع، لأنه أحب العالم، حتى أنه الله حب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعم. إذن بهذا التنازل والتجسد ليرفعنا ويجعلنا محو أبناء لأبيه الطاهر، هو ابن بالطبيعة والجوهر، نعم، ونحن أبناء بالتبني، احنا ابناء الله، ابناء الملكوت، نعم. عشان هيك لما المسيح قال انا ذاهب لأعد لكم مكانا واتي واخذكم الي، احنا عشان هو فتح هذا الطريق ان في من خلال ظهوره الالهي ومن رمز معموديته المقدسه في نهر الاردن، نعم. عشان هيك احنا في المعموديه المقدسه، احنا لما نتعمد تنفتح لنا السماوات بعد ان ندفن مع المسيح، لانه القبر كان للمسيح في 3 أيام، ونحن في المعمودية المقدسة بالتغطيس 3 مرات، هو رمز إلى مكوثنا في القبر، نعم، وموتنا أي موت الخطيئة واغتسالنا من الخطيئة في خطيئة المعصية من آدم وحواء، لنحيا مع المسيح في قيامتنا ونلبس المسيح. عشان هيك احنا بنرتل بعدها أنتم الذين اعتمدتم المسيح قد لبستم، نعم، نعم. إذن المعمودية الرب يسوع المسيح يعني هي فاتحة خير للبشرية، نعم، فتحت السماوات أمامنا لندخل إليه ومحو إلى عرش الإلهي، نعم. ونحن في خدمة القداس الإلهي أيضا، نحن نحيا القداس الإلهي بعرش أمام عرش الله، كما نحن نحيا فيه في الكنيسة الأرضية، ونشاهد دائما نعمة الله مع الملائكة تحيط بنا. فهون لما ليش انه بقول لك ليش انه الله نفسه اختار انه تكون الماء هي الطريق للمعمودية، نعم. ابونا حكى قبل شوية انه هي للاغتسال، نعم. لكن خلينا نرجع لبداية التكوين، بيقول لك وكان روح الله يرفع على وجه الماء، نعم. انا مش معقول انه اعمد انسان في التراب او اعمده اعلقه في الهواء، لكن في لما كانت في العهد القديم خيمة الاشتراع، قبل أن يدخلوا إلى مكان الصلاة كانوا يدخلوا إلى هذه الخيمة ليغتسلوا، ثم يدخلوا إلى مكان الصلاة ليكونوا طاهرين، نعم. ونحن أيضا في المعمودية نغتسل من الخطيئة الأصلية والمعصية التي كانت من آدم وحواء، نعم. هلا في ناس بيسأل بيقول لك طب ليه ربنا اختار إنه الحمامة الحمام حيوان يعني، نعم، ليه ما اختارش أي شيء ثاني؟ نعم. هلا الحمامة هي رمزين، هي رمز إلى الطهارة، نعم، وكانت رمز إلى أيضا إلى الطوفان لما، نعم، كان الغضب الإلهي، وأيضا هي اللي حملت غصن الزيتون وعادته إلى نوح وأعلنت له إن الله قد رفع هذا الغضب لتعود أنت إلى الطبيعة اللي انت بتتنعم فيها مع الله نفسه. جميل.
كمان الوداعة أبونا، كونوا ودعاء كالحمام. نعم نعم، وهي وداعة يعني احنا بنحكيها بكل هاي الأمور. إذا هون الله أعطانا نعمة التبني، أعطانا نعمة أن نكون أبناء له، لأنكم جميعا أبناء لله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتوا بالمسيح قد لبستم المسيح. فعلا. نعم. اثنين، أعطانا نعمة العضوية في جسد الرب يسوع. نعم. لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد. نعم. يعني كل إنسان يتقرب من هذه المعمودية، وجميعنا سقينا روحا واحدة. اثنين، في عنا نعمة الطبيعة الجديدة والخليقة الجديدة. نحن في المعمودية المقدسة أصبحنا خليقة جديدة. إذ إن كان الأحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. أيضا إحنا بنحصل فيها كمان نعمة الشركة مع المسيح في موته ودفنه وقيامته. لأنه مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه، فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. نعم. جميل. المعمودية المسيح هي في الحقيقة معمودية باسم الثالوث. نعم. وذكرها باسم المسيح هو تمييزا عن معمودية يوحنا. يوحنا كان يعمد زي ما حكينا أنه في معمودية التوبة. نعم. لكن هنا المسيح يعمدني بالروح القدس، هذا الروح اللي هو بده يسكن فيه حتى أنا أبني حياتي في الإيمان. فعشان هيك دائما إحنا بنقول لأبنائنا إنه مش المهم إنه أنا بدي أكون معتمد وإنه أنا تعمدت، لا، إذا أنت ما تعمدت في داخلك وتعمدت في نعمة الروح القدس وكونك أنت خلقت على صورة الله ومثاله، إذا يجب أن أتمثل في عمل الله، عمل المسيح، التواضع، المحبة، المسامحة، المساعدة الآخرين، أن أكون إنسان تقي، أن أكون إنسان نقي بكل هاي الأعمال، لأنه بدون هاي الأعمال كلها أنا لا أستطيع أن أكون ابنا للمسيح. نعم. فعشان هيك حلو. عشان هيك إحنا دائما بنحث على هذا الأمر، إنه مدام الله ظهر إليك بكل معاني، ظهر الآب إليك بصوته من السماء. هلا كانوا في بداية ظهور الصوت الإلهي اعتقدوا أنه هذا الصوت هو رح يكون ليوحنا، لأنه كانوا بالنسبة لهم كانوا يعتبروا يوحنا أعظم من المسيح. لكن هون حتى يبين الله الآب أنه هذا الإنسان أو هذا الكلمة التي تجسدت هو أعظم من يوحنا المعمدان، نزل فراقبوا أنه فكروا أنه حلول الروح القدس هاي الحباب نزلت رح تنزل على يوحنا المعمدان، لكن عندما استقرت على الرب يسوع المسيح هنا أظهر الله مجده بظهوره الثلاثي، أي الإقنوم الثلاثي، الآب والابن والروح القدس، معلنا نعم هذا الظهور إلى العالم أجمع. وبعتقد أبونا كمان يعني بعد إذنك إضافة، إنه اعتماد السيد المسيح على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن، وطبعا السيد المسيح ليس بحاجة لاغتسال أو هو ليس إنما يعطينا التواضع. نعم، هو نوع من التواضع، وأيضا ليتم ما قيل عنه في الناموس مثل ما ذكر، وأيضا لكي نحن نعيد هذه الذكرى. نعم أكيد، يعني نحن كل الممارسات اللي عملها السيد المسيح على الأرض عم نسترجعها ونستذكرها ونمارسها كمان، فمن خلال احتفالاتنا لما بنقول عماد الرب وعيد الميلاد. نعم. والفصح. نعم. وكل الممارسات والذبيحة الإلهية، فكل هذه الذي قام فيها الصوم الأربعيني وصوم التوبة والمغفرة، فكل هذه الممارسات اللي عملها السيد المسيح لكي نعم. نحن نعيد ذكراها بحياتنا. عشان هيك احنا دائما بنقول لأبنائنا انه انت لما بتمشي الى يعني بيوم العماد او يوم عماد الطفل، لما احنا بنعمد على الابناء، انت تقاد في بطريق الالام الى القبر. المعموديه، جرن المعموديه هو حلو. قبر حلو، يعني وصف جميل. نعم. له معاني عميقه. نعم، انت تسير في طريق الالام كما صار المسيح في طريق الالام، و
تحمل الضرب والإهانة والصل أيضا أنت تسير في طريق الألام إلى القبر حتى تزيل الخطيئة المعصية الأولى عنك، وأن تدفن في المعمودية كما دفن المسيح في القبر 3 أيام. المسيح يعني في كثير منا بقول لك المسيح انه ما تغطس، لا يعني خلينا لما نقرا الكتاب المقدس احنا نكون واضحين في قراءه الكتاب المقدس، في بيقول لك وبعد ان صعد من الماء، اي هو كان تحت الماء مغموض، بعد ان صعد من الماء حل عليه الروح القدس. نعم. ونحن في هذه نقول نعم انت تدفن مع المسيح لتحيا مع المسيح وتلبس المسيح. امين يا رب. أمين. في هاي البركه. امين. صباحك نور يا ابونا، وشاكرين للاتصال وهال يعني وهالتواصل معنا خلال هذا النهار في برنامجنا صباحكم نور. ان شاء الله في لنا لقاءات اخرى، ومبروك مره ثانيه. الله يخليك دكتوره، يعني يعني هذا التميز في عطائكم وحياتك، وتستحق كل خير، ومن نجاح الى نجاح ان شاء الله في عام جديد 2022. الله يخليك دكتور. احنا دائما يعني اصلا احنا خدمتنا الكهنوتيه هي خدمه سلام ومحبه اصلا. آمين. يعني فنحن المسيح اعطانا قال سلامي لكم سلامي اعطيكم، فهو اعطانا السلام لننشر السلام. آمين. فعلا. في النهايه فلا يسعني الا ان اتقدم الى شخصك المميز صراحه، وانا لا اجاملك دائما بتواضعك بمحبتك بنشر رسالة السلام والمحبة اللي انت دائما تمشي فيها، بهذا البرنامج القيم لتوصيل رسالة المسيح الخلاصية. أبونا جورج كل عام وانت بألف خير، ودائما ربنا يعطيك القداسة والصحة، وإلى الطاقم الهندسي كامل اللي عم بيقوم بإعداد هذا البرنامج، فلكم مني أحلى تحية وكل عام وأنتم بخير. تسلم يا أبونا، وشكرا لك، وإن شاء الله في لنا لقاءات مستقبلية يعني دائما نتواصل معك بإرادة ربنا. كل عام وأنتم بخير، وأنت بألف خير يا رب. صباحك نور يا رب. يسعد صباحك. جميل اللي حكى أبونا، كمان إضافة للي تكلم فيه أبونا فرح، لكن أعطاه المعنى. وأكثر شيء يعني أثر فيه الاهتمام إنه نحن في الطريق للعماد نمشي طريق الألم. ألم. نعم. هو لما حكينا نحن في البداية إنه حياتنا فيها الألم، فيها الفقد، فيها الاشتياق، فيها الموت، فيها الاغتراب، فيها يعني الحياة مش سهل. وفي نفس الوقت بتقود للمجد، بتقود للحياة، بتقود للأبدية. ما دام ظهور الإلهي في حياتنا نحن بقلبنا وبروحنا، كل هذه الأمور نتجاوزها مع السيد المسيح. أكيد. اللي هو الثبات، اللي هو الشيء الحقيقة الثابتة في حياتنا الوحيدة. فعشان هيك نتمسك فيها ونضلنا معها، عشان هي تعطينا العزاء وتعطينا الأمل وتعطينا الرجاء وتعطينا الحياة، نقدر إننا نتغلب على كل هذه الصعاب. فإن شاء الله ما نشوف صعاب كتير بحياتنا نقدر نتغلب عليها بثباتنا في السيد المسيح، بإيماننا في السيد المسيح وبكلامه، لأنه هو الحقيقة الوحيدة في حياتنا. فنتمنى لكم كل خير. اجينا على نهاية برنامجنا الآن، نلقاكم إن شاء الله بالثلاثة القادم في موضوع آخر. نشكر كل الأشخاص اللي كانوا معنا متواصلين على صفحتنا نورسات جوردن وعلى نورسات التلفزيون تيلي لومير، كل الأشخاص اللي صبحوا علينا وتمنوا لنا أعياد مباركة. ما قدرناش نحكي أساميهم كلها، لكن مداخلة الدكتور جلال، أعطيتوني دقيقتين بعطيهم للدكتور جلال. نعطيهم للدكتور جلال. تفضل دكتور، صباحك نور. يا مدام راح علي البرنامج من ساعة الأول. يا علينا يا دكتور. على كل حال بدي أقول كلمتين بس. نعم. الكهنة عالجوا مشكلة الوحدة البشرية ولم يعالجوا مشكلة الوحدة الإلهية. بمعنى ثاني، إذا كان للإله وحدة في الثالوث الأقدس، وحدة الوحدة الإلهية، فكان يجب أن يركزوا على الوحدة البشرية. لماذا نقبل المسيح كإله؟ نعم فعلا، يعني وإحنا هلا كمان عم نشارف الاحتفال في الوحدة. هذا سؤال بالغ الأهمية. نعم. لماذا نقبل المسيح كإله؟ لا نقبل غيره. نعم. لماذا المسيح بالذات؟ نعم
فعلا هذا سؤال لازم نعمل له حلقة خاصة أبونا عن جد، ونتواصل مع دكتور جلال. دكتور جلال بدنا جواب منك. أنا دائما بحكي ما بفهمه من أول مرة. أنا تعيد. دكتور جلال بدنا جواب منك الحلقة الجاي، لأنه رح نحكي عن الوحدة المسيحية، وخاصة إحنا بنحتفل فيه ب 18 ل 25 الشهر. وحدة الروح البشرية. حلوة. حلوة. إن شاء الله. شكرا. شكرا لك لمداخلتك. أهلا. وتواصلك الدائم معنا. شكرا. مرتين ثلاثة أفهم. نعم. كلام فلسفي. فلسفي روحي. فبنتمنى لكم كل خير وعيد ظهور إلهي في حياتكم بمناسبة عيد الغطاس. فايش بقولوا عن عيد الغطاس؟ دايم 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 دايم. فدايم دايم لكم جميعا، وان شاء الله بتتواصلوا معنا على صفحتنا وعلى تلفزيون نورسات وتيلي لومير بنقل الاحتفال الرسمي اللي راح يصير في 14 الشهر على نهر الاردن، وان شاء الله 10 صباحا مثل ما هو متوقع. وايضا تباعا راح باقي الكنائس رح تعمل العيد الغطاس في أيضا بمواعيدها شرقي وغربي. وأيضا نحن بنتمنى لكل الكنائس الشرقية اللي بتحتفل بعيد الميلاد هذا الأسبوع بسبعة الشهر، نتمنى لها أعياد مباركة وأعياد مجيدة، ويا ربي هالعام هذا يحمل السلام والطمأنينة للجميع. عام مبارك يحمل الأمل والرجاء في عالم يكون فيه يسود فيه نعمة ربنا ويسود في كلمة الله في حياتنا وظهور ربنا في حياتنا كمان قولا وفعلا. دايما بقول ومثل ما خبرتكم اللي بده أناجيل يطلب، زائد انه ما تنسونا في اليانصيب اللي رح يكون في موزع في كنائسنا. صباحكم نور، نتمنى لكم نهار سعيد واسبوع مبارك، وانا وابونا جورج نعطي البركة وننطلق بسلام. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس مع جميعكم، اذهبوا بسلام المسيح. آمين. صباحكم نور وإلى اللقاء. I don't want